حقيقة امبارح كان في خبر عظيم بيتكلم عن تصنيف مصر في قائمة الوجهات السياحية في 2023. كان في مجموعة من المواقع اللي كتبت عن تصنيف مصر في هذا الشتاء. الموقع الأمريكي الشهير مثلا ديزرت نيوز قال إنه مصر واحدة من أفضل 5 وجهات على مستوى العالم، وحتشهد إقبال كبير من السياح في 2023. أيضا جريدة ذا سان البريطانية قالت إن مصر واحدة من الوجهات المميزة جدا هذا الشتاء، وكمان بتتكلم عن المسافة القصيرة ما بين مصر وما بين بريطانيا. هي مجموعة من المعايير تم على أساسها اختيار مصر، ويمكن إحنا هنا بنتكلم عن جودة الرحلات السياحية، المنتج السياحي المقدم للسياح، كمان مسألة تنوع عوامل الجذب السياحي. لو إحنا بنتكلم إنه عندنا سياحة تاريخية، سياحة شاطئية، أيضا الرحلات السياحية الدينية وغيرها من رحلات بقى، لو احنا بنتكلم عن الناس اللي بتيجي تحب تاخد تعمل كده رحلة نيلية، يعني الحقيقة كثير من عوامل الجذب في مصر هذا الشتاء. صحيح يا هدير، وعايز اقول لك الدولة المصرية اشتغلت على الملف ده بقالها فترة كبيرة جدا. احنا اشتغلنا على عدد كبير من الملفات. على سبيل المثال الملف بس بتاع المتحف المصري الكبير خد جزء كبير جدا من الدولة. اشتغلنا على قصة ايضا السياحة الشاطئية، على تطوير المواقع الأثرية. لو رجعنا لهذا الموقع الأمريكي اللي هو ديزرت نيوز واللي حط مصر ان هي 5 افضل وجهه سياحيه على مستوى العالم، الموقع ده عايز اقول لكم ان هو سلط الضوء على عدد من المقومات والانشطه السياحيه في المقصد السياحي المصري، منها مثلا الايقونه الفريده من نوعها اللي مش موجود زيها في العالم، اهرامات الجيزه. اهرامات الجيزه العظيمه هي الوحيده المتبقيه من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم. سلط الضوء ايضا على المتحف المصري الكبير اللي كلمت حضراتكم عليه واللي هيتم افتتاحه واللي هيشهد نوع كبير جدا من الابهار المتحفي. احنا متاحفنا زي ما بيقولوا كده يعني كانت قديمه شويه، كانت اولد سكول. النهارده المتحف ده عامل يعني اشكال، استخدم كل التكنولوجيا الموجوده في العالم عشان يبهر العالم بعظمه وحضاره المصريين. منها ايضا القاهره التاريخيه، الفسطاط العظيم، خان الخليلي. بتتكلم عن حي او بتتكلم عن مكان يعني قعد لمده طويله جدا، هو اللي بيحكم المنطقه مش بيحكم بس مصر. منها ايضا الرحلات النيليه ما بين الاقصر واسوان، ودي طبعا حاجه بتنفرد بها مصر في شتاء ربما يعاني منه العالم كثيرا. صحيح، الحقيقه انه الشتاء دي على وجه التحديد شتاء 2023 فرصه سياحيه كبيره لبلدنا، لانه موسم الشتاء طبعا زي ما حضراتكم سامعين السنه دي مختلف. عندنا ازمات طاقه في دول كتير اوروبيه، تغيرات مناخيه، وعلشان كده بنشوف الاقبال السياحي الكبير اللي حاصل هذا الشتاء، لانه معظم الناس تفضل هذه الاجواء الشتويه في مصر. يمكن الغردقه ما شاء الله مليانه سياح، وبيتكلموا طول الوقت عن احنا في شهر واحد والشمس بالشكل ده والجو بالشكل ده. شرم الشيخ ايضا، الاقصر واسوان، الحقيقه عندنا مقاصد سياحيه عظيمه، ويعني جو او اجواء شتويه رائعه ما اعتقدش انها موجوده في اي بلد في العالم. انا محتاج ان احنا كمصريين نتكاتف في وقت زي ده. يعني الكلام موجه لكل العاملين في مهنه السياحه، من اول سواء التاكسي للراجل اللي بيعمل الشنط، لكل الناس دي لازم تعرف ان عندها سيزون مهم جدا. مصر دوله عندها مقومات ربما احنا قبل كده ما قدرناش نفعلها، لكن الظرف الدولي الكبير حطينا في حته مهمه جدا، وهي ان بقينا دلوقتي مقصد، لان احنا يعني الطقس عندنا دافئ وعندنا اثار وعندنا سياحه شاطئيه. فبالتاكيد من جانب الدوله شغاله على حملات ترويجيه في الخارج عشان تجذب اعلى معدلات سياحيه، ده غير ايضا ان في اقبال ايضا من السياحه الداخليه على المنتجعات والمناطق السياحيه والاثريه في مصر. علشان كده كل التقديمة اللي احنا قلناها حضراتكم دي يعني بناء عليها هنسأل حضراتكم، وده سؤالنا التفاعلي اللي عايزكم طول الوقت تكلمونا عنه وحنناقشه انا وهدير طوال وقت الحلقة. ايه افضل مكان زرته في مصر ونفسك تزوره مرة تانية؟ ما هي المدينة اللي زرتها قبل كده ونفس حضرتك او حضرتك تزوريها مرة تانية؟ ايه هي يا هدير؟ النوبة بإذن الله، لأنه أنا بحب النوبة، بحب أسوان وأهل أسوان ووشوش أهل أسوان. صحيح. وزوق وطيبة وجدعانة أهل أسوان، ناس طيبة قوي، والوجود هناك مريح نفسيا جدا جدا. الأرض غالية علينا جدا، النوبة وأسوان وناسها، برتاح نفسيا هناك وبحبها، وأعتقد أني رحتها يمكن 5 مرات وممكن أروح تاني. أنا نفس الإجابة، وممكن أزود عليها دهب. الاتنين فيهم نوع من أنواع التسامح النفسي. يعني الناس جميلة،
على فكره السلوك حتى بان على الحيوانات الاليفه. الحيوانات الاليفه لو انت في مصر هتلاقيها بتجري، هي مرعوبه من البني ادمين. في دهب او في النوبه بتلاقيهم مسالمين تماما. ده بينعكس على سلوك الناس اللي موجود. على اي حال الطبيعه الخلابه كمان جزء كبير من ارتياحك طبعا للمكان النفسي طبعا. ويمكن بقى مؤخرا مشهور جدا ان السياح ما يجوش بس القاهره. أي. لا يروحوا دهب ويروحوا يقعدوا كده في جنوب سيناء فتره كبيره، بيتبسطوا جدا 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 بهذه الزياره، وترجع الناس كلها تحكي عن اللي شافته. صحيح. انا بتكلم على الانسان كمان في النوبه. لو بنتكلم على دهب، الانسان في النوبه انسان جميل يعني متصالح طبعا مع طبعا نفسه جدا، ما عندوش اي مشاكل ولا عقد، عايش يومه كده بيوم، وراجل كده يعني ايه رايق البال زي ما بيقولوا. فأهلينا في النوبة ليهم مننا كل الحب والتقدير، والمصريين كلهم فعلا بيحبوا في الشتاء تحديدا يذهبوا إليهم كمقصد سياحي، والعالم كله أيضا بيروح لهذا المكان عشان يستمتع بأجواء المشمسة والدافئة. طيب احنا بنصبح على حضراتكم في كل مكان، وزي ما قلنا لكم سؤال حلقتنا، اكتر مكان زرته في مصر وتحب تزوره تاني وتنصح الناس انها تروح تزوره، ده سؤالنا موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر، منتظرين اجابات حضراتكم معانا على مدار الحلقه. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير يا مصر.